جايز ما تقولوش هي ما خديتوش هاد اللعيبات والله هي فيهم دي الدراري والبنات. شوفوا دواد البرد وحق الله فيهم دي الدراري والبنات فهمتي. انا ما اي خشيتي لي سبعك فمي الله ينعل شي سبعك فمي. كمل دابا كمل بلاتي خلينا نهضر هادو ديال الدراري والبنات فهمتوني فيهم هاد الكو شحال من كولور فيهم كاين كري والكرونه كري والكرونه. انا دابا هذا ما جاش قدي فهمتي حيت طاي وقيلا ستوندار الطايات المهم هادو ديال البرد فيهم جوج كولور ديال الدراري والبنات فهمتوني فيهم هاد الكولور هذا ناضي عرفتي شنو والبرد باي باي عرفتي واحد البرد والموت والموت عباد والموت عباد الله في مراكش وندمت كاع على جيت والموت الموت الكحله صافي والموت عباد الله الموت عرفتي شنو وترى الموت هنا في مراكش عباد الله ديروا شي حاجه راه الموت وما خلينا كليمة ما خلينا شوفاج ما خلينا مجامر بقى لنا نولي انا فضائي والله العظيم الا بنا المهرب اللي فات البلاد قسما بالله هادشي ما بقاش كيعيش بحق الله. اسمعوك اصداع بحالي حالكم انا بحالي بحال هبطات هي هي ما عندهاش كونيكسيون صافي ما داروا سرو عاودوا البروبليم على الفان ديالهم ولا شي حاجه واش نتو تسطاو واش نتي شي مره طلعتي هو ولات الخاله شكون واش نتي شي نهار طلعتي هو شي نهار طلعت معاك هبطتيها. لا عمرني ما طلعت معاها في حياتي مره وحده كانوا قالوا لي طلعها معاك راه حتى ساكنه في مدينتك وداكشي صافي بقيت طلع معايا رضا قال لي ديري صيفطي لها شي ورده ولا شي حاجه في الكونت ديالها باش دير لك امبانغلي ويطلعوك. درت طلع لهم الكونت ديالي ويبلوكيني شي ادمين من دوك لي زادمين ديال هاد الكونت ديالها صافي. دابا هذيك شي مأموله تضحك الضحكه كدير واحد اللايف وطلعت عند هاد خيتي هاد حفصه ما عرفتش شنو تقول ليها ومنين شافتها الاخرى طلعت يتهبط وخلاتها وهبطوا هذوك الاخرين وخلاوها مسكينه بلاكا. واش كتسمعوني؟ كنسمعوك اصداع علاش كنت نهضر لكم بحالي بحالكم هي نزلات وخلات انا بحالي بحال هما غادي ينزلوا حتى هما انا بحالي بحالكم اتاي كيسخن غادي ينزلوا واحد بواحد انت على خر طاو غادي ينزلوا خلاوها مسكينه بوحدها. واش كتسمع الله يشافيه مسكين يا ربي. Thank you.
الحياه ديالي. ودابا ماشي علموني بكري كوغا ما تعشيت، دابا تعشيت ولكن ما تخافوش، نص ناكلو الليله ونص ناكلو في الصباح. حتى الاولاد ما كتعجبهمش الطارطه، ياك عيد الميلاد ديالي ياك الطارطه ديالي. انا ما الطارطه ديالك انا ما عرفتش هادو ثاني حلوى ولا ما نعرف. اه ماشي حلوى. شنو هادو؟ هادي الميلاد. ها ايما خاصتي لا وليدي انا سمحتي تاكلو فيا صافي وليدي اسمح لي خاصتي تاكلو اسمح لي وليدي وسير وانا على دي تبارك الله كل عندنا 37 سنه هادي دي تبارك الله 37 سنه ياك ما قلبوها وقيله بوس الطنجاوي الخامس بوس بوس باش تعرف منى بالدرب السلطان علاش قاعده شنو هذا يلا اش هاد الدم بوس الطنجاوي الخامس بوس بوس باش تعرف منى بالدرب السلطان علاش قاعده بوس يلا بوس هاد خينا هذا غنشوف التنعم ديال الله يشفيه مسكين ويعافيه الحين تاش ماشي لخاطرو كيدير هاد الشيء هذا عند شي واحد الا ما كانش مريض ما يمكنش يدير هاد الشيء هذا الصراحه تعجبني جواب على بحال هاد الاسئله تنقول لا ربما الناس تستفاد من التفكير ديالي ولاش ندير التجميل باش الناس يبغوني كاع لا يبغوني انا تنبغي راسي هادي اولا ثانيا الفلوس اللي نمشي ندير بها التجميل نتبرع بها احسن ليا ثالثا انا زوينه واللي تشوفني خايبه المشكل في عيني تبارك الله عليك اختي ما عندي ما نقول خط انا مرحبا باش نمر على بعض الحشومه دابا انا نكبر هذا الطبوس هذا وين نسولكم واش انا زوين ولا خايب باش ما كاردو عليا الاخبار الله يجازيكم بخير عليكم وين نسولكم واش انا زوين ولا خايب باش ما كاردو عليا الاخبار الله يجازيكم بخير انت زوين زوين تبارك الله ما انت من زوين تبارك الله بس شكلك كيوت لا يعني تبارك الله قداش الله يحفظ الوالدين يا ربي